فطبعا زي ما بقول لحضرتك في الوقت الحالي منتخب مصر بيعاني من الحته دي، ويمكن احنا كلنا كنشجع نادي الزمالك كان نفسنا طارق حامد يبقى موجود طبعا في الحته دي طبعا، وكلنا يمكن زعلنا جدا ان هو ما راحش في الفتره دي. فكره الموضوع كان ما وقفش على بس مشجعين الزمالك، واي حد بيفهم كوره يقول لك هو فين طارق حامد؟ طبعا يعني اي حد محب لمنتخب مصر كمان بلاش بيفهم كوره، عشان ما حدش يقول لك انا بتهكم على الناس اللي قالت لا، يعني اي حد بيحب منتخب مصر هيقول طارق حامد فين؟ مش بس طارق حامد على فكره، طارق حامد فين وقفشه فين واحمد فتحي فين وعبد الشافي فين، الاسماء اللي هيكون ليها فايده في منتخب مصر حتى كبدلة مش بس كاساسيين. طب أكيد. التعديل اللي ممكن نعمله ايه في خط نص منتخب مصر باللعيبه اللي موجودين دول للقاء السودان؟ يعني ممكن نبدا بمين؟ اهم حاجه كابتن محمد نلعب بطريقتنا المعتاده في الدوري المصري اللي هي 4 2 3 1. انت عندك اتنين افضل ديفندر خلاص، رجعت عمرو السوليه لاعب تاني في نص الملعب ومحمد النني. محمد النني انت مستقر عليه لان هو مستر كروش برضه بيميل للمحترفين. صحيح. فلا خلاف على الاتنين دول. ماشي. هلعب بقى قدامهم انت عندك زيزو، انا يعني من رايي زيزو يلعب قدامهم لان زيزو عنده ميزه كويسه جدا ان هو بيقدر يعني يلعب في كل حته داخل الملعب في المنطقه الاماميه. ناحيه اليمين هتلاقيه، ناحيه الشمال يلعب صانع العاب هتلاقيه. حتى لما كان بيلعب هاف ديفندر مركز 6 او 8 كنت بتلاقيه مميز جدا. وبعدين انت حتى في تغييراتك الماتشين اللي فاتوا لما كنت بتنزل وتدفع بزيزو كان بيغير شكل المنتخب. صحيح. في ايجابيه على المرمى، في 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 فرص ضايعه على المرمى، في تصويب من خلال زيزو، في كور عرضيه تحصل. فطبعا اتمنى نص الملعب بتاع بكره يعني يبقى الاثنين افضل ديفندر اللي قلنا عليهم عمرو السوليه والنني وقدامهم زيزو اتمنى يعني. وطبعا لا خلاف على مصطفى محمد كراس حربه نجمنا الكبير محمد صلاح ناحيه اليمين. هو عنده بقى مشكله في ناحيه الشمال. هل عمر مرموش ادى المباراتين اللي فاتوا بشكل يخليه يبدا مباراه بكره؟ ولا ممكن اعمل تغيير بوجود رمضان صبحي؟ ولا لو انت مش عايز زيزو كبلاي ميكر وتلعب عبد الله سعيد تحط زيزو ناحيه الشمال؟ وحضرتك سالت سؤال بس الرد كان يعني حضرتك قلته على نني، هو بيحب محترفين. تمام. ماشي بس انا بقيم يا كابتن محمد في مباراتين عمر مرموش كان هايل في المباراتين بتوع ليبيا لا خلاف عليه، بس الفتره اللي بعد فيها بسبب الاصابه والعوده بتاعته في البطوله دي هو كان جاي في البطوله ولكن هو مايل شويه للعب الفردي يعني مفيش يعني هو بيبين مهارته اكتر. طب انا ممكن استفيد ده الملعب مش مساعد، هو لازم يفهم ان الملعب مش مساعده يبين مهارته. الملعب وقوة الفرق اللي انت بتلعبها مختلفة عن ماتشين ليبيا مع احترام المنتخب الليبي طبعا. كل الحاجات دي بتأدي للشكل اللي هو عليه عمر مرموش. طيب انت مصر على عمر مرموش هتلعب بيه، يبقى خلاص عمر مرموش هيبقى ناحية الشمال ومحمد صلاح ناحية اليمين وقدامهم مصطفى محمد. نيجي للديفنس طبعا بتاعنا الباك رايت، طبعا عمر كان لعب واحد، وانا كان من رأيي الغلط اللي عملها في المباراة الأولانية بعد إصابة أكرم توفيق ودفعوا بمحمد عبد المنعم من ناحيه اليمين كان خطا كبير. كان المفروض يبدا بعمر كمال الواحد، هو البديل اللي انت جايبه عشان الحته دي. وبعدين كان من ضمن نجوم اللقاء في المباراه اللي فاتت، فاكيد هيبدا بيه مع سيرد باك طبعا احمد حجازي ومحمد عبد المنعم بعد اصابه الونش نجمنا. وناحيه الشمال اكيد ايمن اشرف لا خلاف عليه ومحمد الشناوي.